وظائف الرجل التي نمارس كنشوفوها اليوم وكنتكلموا عليها هي ناشئه عما تورثناه اجتماعيا، ماشي على ما هو منصوص عليه دينيا وممارستيا حتى على مستوى الاخلاق النبويه. ما كاينش هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عنه عائشه كان قالت كان يكون في مهنه اهله وفي روايه في خدمه اهله، بمعنى انه كان كيخدم، وكاين بعض الروايات كتقول لك كان يخبز وكان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويفعل كذا وكذا الى اخره، بمعنى انه راى الخطاب سليم ولكن الممارسه هي انحرفت، هي اللي خلت الناس كيشوفوا بانه الرجل اللي دار الطبليه في الكوزينه عيب وعار حشومه. هذا فتوى ديال الامام مالك. امام مالك قال لك ان الخدمه المراه في بيت زوجها ليست واجبه عليها. الا ما باش ما تخدمش ليه، لا ياكل كاع، طب الراس يموت بالجوع. ولكن هو جاي بحموله ثقافيه وتنشويه، الا ما طيبتش العصا ينوض يضربها بدعوى انه قوي وبانه رجل. حيت علاش؟ كما قالت الاستاذه النهار الاول يموت المش. جايب هذه الحموله هذه وبانه هو القوي وانه هو الرجل وانا عند الدسرها. هذا الشيء كله كيتقال ليه، ولكن هذا الخطاب يوجه للذكر حينما تكون الانثى اجنبيه، ولكن حينما تكون انثى ذات علاقه ذات بمعنى انها اخت او بنت او غيره كيتغير الخطاب من طرفها. شكون؟ لانه اللي كيعاود انتاج مثل هذه الانماط الثقافيه بالدرجه الاولى هي المراه، هي الانثى، هي الانثى. راه غنرجعوا لها، نرجعوا لها، هي الام، هي الخاله، هي العمه، هي في صراع مع راسها، هي راسها، بمعنى انها هي تقتنع الى درجه انه كتقول ليه عندك تحكم فيه مرات، تحكم فيك مراتك، اول وصيه عندك تحكم فيك. ولكن بنتها كتقول لها عندك تخليه يتصرع عليك او لا يسيطر عليك. اذا راه الاشكال كما كنقولوا مزدوج وفيه واحد الجدليه خطيره ومتداخله جدا، تحتاج الى استعداد من اجل التغيير. الى ما كانش التغيير والاستعداد السلمي غادي يولي تحول الى صراع، وهو ما نشهده اليوم داخل اسرنا، حيث يتم استقواء طرف على طرف الاخر، الرجل بعضلاته، المرأة الآن أصبحت تستقوي بمركزها وبمالها وبالبسطام اللي قالتي شهاب. كاين بعض النساء كيستقويوا باسم أنها تملك المال ولها القوة الاقتصادية ولها العمل ولها ولها إلى آخره. إحدى الأخوات أشارت بأنه الآن عندنا مشكل ديال فعلا المقررات الدراسية، أتفق معك أستاذة، فيها مجموعة من المسائل التي ينبغي أن تحتاج إلى تغيير، وهذا أيضا دور الأستاذ وحتى الأساتذة من خلال الخطاب ديالهم يكرسون الصور النمطية. فهمتي؟ مثلا الأستاذة من اللي كتقول أستاذة قد تصفه تلميذة بالسيبة أو الفاعلة أو الدائرة أو كذا إلى آخره، مع أنها ربما شافتها غير في واحد السلوك وحكمت عليها. إذا هي بهذا الخطاب هذا تكرس هذيك النظرة النمطية، وربما نفس الخطاب ما غاديش تقولوا للدري وتعتبره ماشي مشكل، ولكن المشكل كاين داخل الأنثى. بحضر الأحوال طرحت الآن نحن كما يقال في حي صبايص ونحتاج إلى حل من أجل إيجاد المشكل والمشكل التربوي، وأن هذه المشاكل التربوية لا تنتج أي شيء. أنا كنشوف بأنه الدور الأساسي ينبغي أن يقوم به الإعلام. إعلام هو اللي غيغير. والآن لا نمتلك سياسة إعلامية تحافظ على الهوية. عندنا واحد إعلام هجين خليط يكرس التفاهة. ده هو الشعار ديالو. والرداء على جميع المستويات. بمعنى أنه لا ما كاينش تنمية ثقافية ولا تنمية اجتماعية ولا تنمية فكرية ولا اقتصادية ولا أي شيء، وإنما يكرس الرداء أو التفاهة من خلال الترويج إلى مجموعة من العناصر اللي هي بين قوسين، يعني
على مستوى حمولتها وعلى مستوى تكوينها وعلى مستوى شخصيتها وعلى مستوى كمستوى ما بدون رصيد بدون رصيد أنا كنسميها بدون رصيد ولكن الغاية هو إنتاج الضحالة إنتاج الضحالة أحيانا باسم الفن أحيانا باسم الرياضة وأحيانا وأحيانا لاحظوا مثلا وقارنوا مع الإعلام اللي كنسميه حتى إعلام غربي وأنا نعته بأقدح النعوت وكنشوفوا مستوى النقاش العمومي اللي كيدور مثلا على مستوى القنوات الفرنسية أو الأمريكية أو البريطانية في جميع القضايا في جميع القضايا بما فيها قضايا الفن احنا ماشي مشكل تما كنناقشوا الفن او اكبر ما كنناقشوش حتى سياسه الفن ولا حتى ادوار الفن كنجيبوا ناس كيهرجوا كيديروا التهريج من اجل الضحك على الدقون وبالتالي لا يمكن انتاج لهذا الامر يعني انه اليوم كان ابن خلدون يقول بان الجاه يحمي المال او ينفع المال اليوم المال يصنع الجاه واحد كيجي كيدير شي ربحه كيطلع في شي برنامج كيولي مشهور صافي كنستقطبوه كنوليو كنعطوه الميكرو كيتكلم وكذا ويوجه الراي العام كذا كيفاش بغيتوا هذه الاجيال ان تنشا على القيم على الاخلاق على الهويه على المحافظه على التوابيت الى اخره اذا هذا الامر هو الذي نحتاج اليه ربما كاين مساله انتاج الثروه داخل الأسرة المغربية هناك إحصائيات رسمية تشير إلى أن المرأة فعلا المغربية تساهم مساهمة فعلية في إنتاج الثروة الدليل على ذلك أنها 70% من الأطر المغربية نساء فراسكم ولا ما فراسكمش 70% من الأطر المغربية نساء 59% من قطاع التربية الوطنية نساء عندنا في القطاع ديال العدل 49% في القطاع الإداري كلهم نساء القاضيات حوالي 34% بمعنى الصيدليات على مستوى التراب الوطني كيمثلوا تقريبا 42% الطبيبات ايضا حوالي 45% هم من جنس الطبيبات بمعنى ان هادوش كل اللي كينتج الثروه اليوم هما النساء واليوم المراه تنفق على بيتها وتساهم في الانفاق سواء الانفاق الطوعي او الانفاق الاجباري كاين انفاق طوعي تمارسه للضروره لانه ربما الرجل مسكين على قد الحال او غير ذلك ولا يمتلك اي شيء وتساعده محدود الدخل الرجل كنتكلم سواء كان اخا او زوجا او حتى ابنا او غير ذلك فهي كتساهم معه او لا من اجل تحقيق ما يسمى بالرفاه الاسري والرفاه العائلي باغي تبرع راسها لكن المشكل هو لا يتم الاعتراف بهذا الانفاق سواء على المستوى القانوني وحتى على المستوى الاجتماعي من اللي كنجيو مثلا حتى اللصوص المدونه كنقولوا بان نفقه المراه كل انسان نفقته في ماله الا نفقه المراه فهي على زوجها كيقول لك اسيدي راه هي راه الراجل كينفق على مراته وجوبا بالقانون وبالشرع والا ما نفق راه كذا كذا الى اخره لكن حنا كنتناساو هذا الجانب الكبير جدا الذي تسمى وكاين الانفاق الاجباري اللي كتحط الخلصه بزز منها على مستوى العاملات والأجيرات التي خرجنا مضطرات إلى العمل ولذلك لا بد من الاعتراف بهذا الإنتاج وهذه المساهمة ديال المرأة وأن لها دور تأثير مهم جدا وهو اللي كيكون للأسف الشديد سبب كبير في تفجير كثير من العلاقات الأسرية تؤدي في آخر المطاف من لم يكونش داك التفاهم على مستوى كيفية تدبير المالية ديال الأسرة هي التي تؤدي في آخر المطاف إلى حصول الطلاق وحصول كثير من الصراعات الأسرية المتعلقة به. سؤال آخر ندوز أثارت بعض الأخوات ما يتعلق بمسألة الزواج وأنها كتسول واش هل تعمل لا ماشي كيسول واش عندك عمل حيت هو باغي ديك الأجرة ماشي يقول لها باش ديري التوفيق بين العمل الخارجي والعمل الداخلي لا ولا دابا الاقبال على المراه العامله من اجل الزواج والبحث عنها بمعنى انه هذه كنتسمى ونسميوها الانتهازيه الذكوريه. الانتهازيه الذكوريه فيما قبل كان الرجل المغربي يتسم بالشهامه وعزه النفس وكان يستطيع كان كيبيع النعناع ولا يبيع القزبور ولا يبيع اي شيء بسيط جدا وعنده القدره باش انه اليوم راه كاين الناس اطر عليا كتشد خلصات صحيحه وتتملص من القيام بأدوار